السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقدم لكم خلطة. هاي الخلطة هي عبارة عن بودرة الكاكاو. إن شاء الله يكون عندكم واضح. هاي بودرة الكاكاو، هو الكاكاو الخام اللي ما فيه أي إضافات. هاي بودرة الكاكاو وكمان عسل، طيب، وحليب، طيب، سائل، وحليب اي نوع حليب، جاف عندكم، الجاف مجفف، الحليب المجفف اي نوع عندكم. انا بستعمل الصراحه ما بلقي بالمانيا، بيجيبوا لي من عمان، ابو قوس او حليبنا او نيدو، اي حليب مجفف عندكم. تمام. وكمان زيت، هذا تبعت اللوز الحلو بستعمله. الزيت تقدروا، مو الا زيت اللوز الحلو، تقدروا كمان اللي ما عنده ومتوفر عنده مثلا زيت حبة البركة، كتير منيح كمان وكويس. اللي ما عنده لا زيت اللوز ولا زيت حبة البركة يقدر يستعمل كمان زيت الزيتون، كمان بيعوض عنهن اذا اثنيناتهم. صراحة في ناس تقدروا كمان تستغنوا عنه كمان، بس انا صراحة وجهي يتحسس كثير، فدائما لازم ارطبه باي كريم احطه، بحب ارطبه، يعني حتى لو ما احطه بالمكونات ارطب وجهي واحط الخلطة على وجهي بعدين. المهم هسه نتوكل على بركة الله. اول اشي ناخذ الكاكاو. الكاكاو ناخذ من عنده، انا ما راح اخلط خلطة كبيرة، وانتوا حاولوا كمان اخلطوا الخلطة عبارة عن يوم او يومين، ما في داعي، يعني هي بتضل 3 4 ايام بالثلاجة، بس انا بحب اخلطها هيك، يعني تقريبا هاي ملعقتين حسب، انا بحبها هلا بدي اخلطها الي وصاحبيتي هيك، يعني هلا نحطهم، هاي ملعقتين كاكاو من هذه الملعقة، طيب هاي ملعقتين. كمان بنحط ملعقة واحدة من الحليب المجفف، يعني ملعقة هيك تقريبا من الحليب المجفف. كمان نخلطهم مع بعض هيك، نخلطهم مع بعض، بعدين نخلي ملعقة عسل. العسل اللي بيتحسس منه مو ضروري، يعني اللي بيشوف حاله يتحسس من العسل مش ضروري، يعني يقدر يستغنى عنه، بس اللي ما بيتحسس من العسل، يعني العسل على فكرة ينطي للبشرة هيك شراقة، وهو اللي كمان يعني شو بحكي عنه، يعني غني عن التعريف العسل الصراحة. العسل هو اللي يعطي شراقة للبشرة وينظف البشرة ويبعد التجاعيد عنها، يأخر علامات الشيخوخة، كمان يبعد التجاعيد الرقيقة اللي حول العينين، حول الحاجبين، ما بين الأنف، ما بين التوم، كمان كتير منيح. يعني أنا الصراحة ما بقدر أحكي لكم عنه، لأن يعني الصراحة بده خبير تجميل، يعني كتير كتير إلى فوائد، وذكر بالقرآن كمان هو، وما في إشي ينذكر بالقرآن إذا ما الإنسان استفاد منه كمان. هلا احنا قلنا حطينا العسل، بعدين بنحط حليب حسب الحاجة. الحليب انا ما راح اقدر اقول لكم ملعقة او ملعقتين، بس نشوف هل صارت عندنا الخلطة كريمية، يعني هيك هو المطلوب. هاي الخلطة بتخليها طبعا على وجهك، بتقدري بالاسبوع مرتين اذا الوجه ما محتاج كثير، اذا وجهك محتاج بتخليها يوميا. انا بفضل اي خلطة تستعملوها كبداية، يعني ما بتخلوها بالسبوع مرتين، انا الصراحة لا بحب، لانها بالبداية بدي اياها تعطي مفعول، تعطي نتيجة قوية، يعني على الاقل استعملها شهر يومي، بعديها ببدي اقلل، يعني بالسبوع مرتين. طيب بس بالبداية انا بفضل بتحطوها يعني يومي عشان تحصلوا على النتيجة. الصراحة الكاكاو كتير كتير مفيد للبشرة، كتير مفيد، بس زي ما حكيت لكم لازم يكون كاكاو خام،
خالي من اي اضافات، اي اضافة احنا بدنا نضيفها له، مثل العسل، مثل الحليب، مثل الحليب المجفف كمان. هسا عندنا بالاخير نضيف قلنا زيت جوز الحلو، اللوز الحلو، العفو، اللوز الحلو، هاي ملعقة واحدة. اللي بنات ما عندها لوز الحلو، انا ما احب يعني اقولكم الخلطات من البيت وبعدين ضلوا تشتروا من برا. اللي عنده زيت الزيتون يقدر يحط، اللي عنده جوز حبة زيت حبة البركة يقدر يحط زيت، يعني ما في اي مشكلة. وهذه هي الخلطة، هذه هي الخلطة هيك، هاي تحتفظ هيك بعلبة وتسكر لازم العلبة وبالثلاجة بنخليها، وناخذ هيك قليل من عندها وندهن هيك فيها الوجه كله. كل وجهنا نقدر نحط، حتى على الرقبة، حتى على الرقبة نقدر نحطها. الصراحة بنات انا كثير شفت يعني على النت وعلى هذه وعلى اليوتيوب بيحكوا يعني ما بيتخلى حوالين العين. طيب، وفي بنفس الوقت بيحكوا ان القهوة بتنحط تحت العين. طيب انا صراحة جربت الشوكولاتة كمان، هذه حطيتها كمان تحت العين، حطيتها تحت العين، صراحة ابد ما اثرت، ما تحسس وجهي من عندها وما بتأثرت تحت عيوني فيها، بالعكس شفت تحت العين عندي فتح زين وصارت عندي لمعة بالوجه كثير قوية. انا صراحة استعملتها تحت العين، ما اتأثر وجهي نهائيا. اذا تتحسسوا من انتو الوجه تبعكم من النوع اللي يتحسس، تقدروا تاخذوا هيك قليل من عنده وتحطوها بين اصابعكم، مثلا انا حطيتها هون بين اصابعكم، اذا بين اصابعكم ورا هيك اكم من دقيقة شفتوا صار مكان احمر وتحسستوا من عنده وبلشتوا هيك تصير عندكم زي النبزات ما بين اصابعكم وتحكوا، يعني معناتها وجهكم حيتحسس من تحت العين، لا تخلوه تحت العين. انا ضفت له جوز اللوز عشان ما بتتحسسوا من عنده، بتحت العين بيكون يساعدكم. صراحة انا ما تحسست من عنده وخليت على تحت عيني وعلى الرقبة كمان. هذه الخلطة تقدروا تخلوها 15 دقيقة طيب، ويوميا تقدروا باول بداية استعملوها لمدة شهر عشان تاخذ عندكم نتيجة حلوة زين. الصراحة بدي شوية احكي لكم عن الكاكاو بس عشان تستفادوا من الكاكاو، هو يساعد على القضاء على علامات التقدم بالسن ويأخر ظهور التجاعيد بالبشرة ويشد البشرة ويساعدها على تجدد الخلايا فيها ويقضي على الخطوط الرفيعة حول العينين حكينا وما بين الحاجبين وكمان ما بين الأنف والتم تبعتنا. إن شاء الله أنا فدتكم بهاي الخلطة. بعد ما تغسلوا وجهكم وراء مرور 15 دقيقة تقدروا ترطبوا وجهكم بالماء الورد، ترطبوا وتسيبوا على وجهكم. إذا بالليل خليتوا تقدروا تناموا والماء الورد على وجهكم، ما راح يأثر أي شيء على الوجه تبعكم. وبعد ما تغسلوا وجهكم الصبح بتحطون أي كريم أنتم متعودين تخلوه على وجهكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى من عندكم تعملوا لي لايك واشتراك على قناتي حتى تشجعوني بالقناة تبعتي. ومع السلامة.